بقى معاك الحكاية من الأول، كابتن عصام عبد المنعم ما شاء الله مسيرة طويلة في النادي الأهلي، عصر نجوم كبار داخل النادي الأهلي، لكن حابين نبتدي البداية من الأول بقى. كابتن عصام من مواليد القاهرة. مواليد القاهرة. رحت النادي الأهلي كان عندي 13 سنة. كان في اختبارات ناشئين بتتعمل في مركز رعاية الشباب اللي هو ملاصق للنادي الأهلي. وكان الكابتن مصطفى حسين هو أبو الأشباب طبعا، يعني كان هو المتولي المسألة، وعلى طول يعني تم اختياري ودخلت. يعني من ما كنتش كملت 13 سنة يعني، فلعبت تحت 13 وتدرجت لغاية وأنا تحت 17 لعبت في الفريق الأول. يعني أول مباراة للكابتن عصام كانت في الدرجة الأولى و17 سنة. أقل من 17 سنة. أقل من 17. أقل من 17. تفتكر أول مباراة مع الدرجة الأولى؟ كانت مع طنطا في الكاس. كسبناها 4. 4. شخطها 3 أهداف. أيوة. كابتن حسن جبر هدف. حسن جبر هدف. طب حضرتك دخلت النادي الأهلي عن طريق كابتن مصطفى حسين أبو الأشبال 13 سنة. تفتكر أول مكافأة خدتها من النادي الأهلي قبل ما تطلع الدرجة الأولى كانت كام؟ 5 جنيه. ده 5 جنيه ده كان مبلغ وقتها كبير. 5 جنيه. يعني لولا ان هم بيثقوا فيا. ايوه. كانوا المفروض يسلموا لولي امري. كان زمان كابتن مصطفى حسين كان هيكون في فلوس كتير. ما يديهاش للولد. لولي امره. يجيب ولي امره ويديها له علشان الولد ما يتصرفش تصرف فيها مش كويس. الكابتن مصطفى حسين كان من علامات النادي الاهلي. صحيح. اكتشف نجوم كتير ودايما بنقول عليه ابو الاشبال، كان اب روحي ليكوا في الفتره دي. هو كان اب روحي وكان كمان يعني بيطلع مدربين. حلو قوي. يعني كان بي 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 اللعيبة الكبار اللي هم بيعتزلوا وبيجد فيهم القدرة على أنهم يبقوا مدربين. كان بيتبناهم وبيوجههم يعني. هو كان الحقيقة يعني كمان كان أب يعني. يعني كان أنا فاكر أنه كان بيقول لنا اللي يسقط ما يجيش عشان المدرسة. اللي يسقط في المدرسة ما يجيش. يعني لازم تبقى ناجح في دراستك عشان أوافق أن أنت تشتغل معنا في التدريب. بعملكوا كأب بالظبط. بالظبط. 17 سنة أو قبل 17 سنة أول مباراة للكابتن عصام كانت أمام طنطا في كأس مصر. الجيل اللي كان بيلعب معاك وقتها خاصة حضرتك عصرت جيلين عظام في النادي الأهلي. والله جيل يعني هتقول لك سعيد أبو النور. أيوه. طه إسماعيل. ميمي الشربيني. صالح سليم. ميمي عبد الحميد. صالح عبد الحميد. رفعت الفناجيلي. أبو غيدة. أبو غيدة. صحيح. كان يعني كان الحقيقه يعني انا كنت بالنسبه لهم يعني هم كانوا خايفين عليا، كانوا دايما ايه محوطين عليا زي يعني اخواتي الكبار وخايفين عليا، فكانوا يعني حسسني الحقيقه يعني هي دي روح الاسره اللي موجوده في النادي الاهلي. اعتقد واتمنى انها تكون موجوده لغايه دلوقتي، لان عصر الاحتراف بقى برضو مختلف. يعني الفلوس بقت كتير قوي. يعني انا بسمع ارقام الحقيقه. بسمع ارقام. يعني لما يكون مش عبد البقال بيقول لك ما تدلوش الخمسه جنيه احسن يبوظ الواد. بديها لوالده. فدلوقتي بديله ال 20 و30 مليون عاد. صحيح. فيعني زمن غير زمن، واعتقد يعني ان درجه نضج الولاد دلوقتي اسرع شويه مننا يعني. عصرت